شكرا لكم، شكرا لانه حضرتونا للاخير وصبرتوا علينا. انا عبد الله محمد ماسا وايمن رح نمرق لعندكم. معنا شرايط لونين، معنا اللون الاخضر واللون الموف. اللون الاخضر خدوه مننا وتعالوا علقولنا اياه هون على الشجره. اذا حسيتوا انه القصص اللي سمعتوها ما بتعني لكم، ما حركت عندكم اي شيء، ما استفدتوا منا اي شيء، فيكم تاخذوا اللون الاخضر وتجوا علقولنا اياه هون. بتاخذوا مننا اللون الموف اذا حسيتوا انه هاي القصص بتعني لكم، حركت جواتكم اي شيء، بتساعد اذا نحن رحنا فيها ودرنا بكل مناطق لبنان اللي يمكن برا لبنان. اطلبوا مننا لون الموف وتعالوا علقولنا اياه هون كمان. وشكرا لكم. حابب تخبرونا شيء عن العرض اللي حضرتوه؟ عن جد انه هيدا الواقع. هلا صوتك بس. هيدا الواقع. قلت هيدا الواقع. حابب تخبرينا شيء عن العرض اللي حضرتيه هلا؟ خبرينا شيء عن العرض اللي حضرتيه هلا؟ حبيته كثير. وانا كمان كثير حبيته، كثير 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 كان حلو. شو أكثر شيء حبيته؟ أي قصة؟ حبيت كله. أبغى حطوا على الأخبار على فيسبوك. شو حسيت من ورا العرض؟ لازم نعمل على طول بكل المناطق ولازم نطور أكثر. شكرا. لقيتوا العرض؟ كثير حبيناه وبالاخر ما فينا غير نبكي يعني عن الموضوع. اي اكثر حكايه اثرت فيكم؟ اكثر شيء عن الاولاد والحرب، يعني اكثر شيء لما الاولاد عم يروا قصه قد ايه هن متعرضين لكثير اشياء لدرجه انه كثير الخيال اللي لهم مشوه وحزين. شكرا. سابين من وراء الكواليس، يعطيك العافية. يعطيكم العافية يا شباب. هيدي الشجرة اللي عليها الشرايط الموف والأخضر. يلا ماما. يلا ليال. في عليها ربطة واحدة خضرة والباقي كله موف. يعطيكم العافية شباب. عمو ميرسي كتير على هذا العرض الحلو. مودي ميرسي كتير عمو، بتحط على اليوتيوب؟ على فيسبوك. هو من اليوتيوب لأنه نحن على فيسبوك لايف هلا. حتى على اليوتيوب لأنه بدي أحضرها. عمو أنت اللي مسكتني الكارد. أنا بس. ليه عم تشيليها؟ حطيت بالغلط. اه اي محل ببيع له صوتيات. لا مش ممنوع، هذا كل واحد ورأيه. ايه والله ممنوع. ليش الخضرة؟ لانه انحطت بالغلط. لكن طلعت كلها مو. سابين اي متى العرض الجاي؟ بكره بصور. في عرض على 4:30 بمخيم. وفي عرض على الساعه 8:30 على الشارع العام بصور. اوكي، لكن بنشوفكم بكره. بنشوفكم بكره.